سنوات من العزم تسلح فيها فريق للبحث عن الكنوز المفقودة بالأمل في مواجهة المصير الغامض، ومع الخطوة الأولى ظن قائدهم أن الوصول إلى الحلم بات قريباً. لكن بعد قرابة نصف قرن من البحث تلقوا رسائل غامضة من موقع الكنز المفقود لم يتخيلها عقل. فما هي القصة؟ مع أول ضربة معول في مارس من عام 1987، ظن قائد فريق المعبد 12 للبحث عن الكنوز الخيالية المفقودة ظن أن الطريق أصبح معبداً بالورود، وأن الوصول إلى مقتنيات الكنز ما هي إلا مسألة وقت. لكن يوماً بعد يوم لا يحرز الفريق أي تقدم، لكن لا يقوى القائد على مفارقة حلمه. وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن الكنز الضخم الذي تحمله باطن أرض دولة فنلندا سيكون أغلى كنز في العالم تم اكتشافه حتى هذا اليوم، حيث يضم كنزاً أثرياً وحلى ذهبية ومقتنيات ساحرة قادرة على تبديل صورة عائلة من أكثر العائلات فقراً إلى واحدة من أباطرة المال حول العالم. ويرجح علماء الآثار أن كنز ليمنكاين يضم ما يقرب من 500 ألف قطعة نادرة من الأحجار الكريمة تتنوع فيما بينها من الياقوت والألماس والزمرد، فضلاً عن عدة تماثيل من الذهب الخالص عيار 18، حيث يعود تاريخ هذه القطع المحتملة إلى آلاف السنين في باطن الأرض. وبشكل غير متوقع وبالتزامن مع اقتراب فريق المعبد 12 من موقع الكنز بالتحديد، تلقى قائد الفريق بعضاً من الرسائل الغامضة التي تؤكد أن الطريق بات في نهايته، وأن مسألة الحصول على الكنز الأضخم حول العالم دخلت في مراحله الأخيرة، خاصة بعدما عثر أحد عناصر الفريق على قطعة ذهبية رائعة. ويواصل الباحثون بحثهم بشكل نصف سنوي خلال أشهر الصيف وعلى مدار 6 ساعات كاملة خلال اليوم الواحد، وذلك طيلة أيام الأسبوع. تتواصل عمليات التنقيب عن الذهب، خاصة بعدما أرسل الكنز بشائره، وهو ما يعني أن تقدماً كبيراً تم إحرازه، وفريق البحث متحمس لاستكمال المسيرة. ويضم فريق المعبد 12 الدولي باحثين من روسيا وأستراليا والولايات المتحدة والسويد والنرويج وألمانيا وهولندا، وجاءوا بعد إقرار مالك الأرض الفنلندي عام 1984 أنه سليل لعائلة معروفة ولها باع طويل في الأساطير الفنلندية. وتتواصل عمليات التنقيب منذ 63 عاماً، ومن المتوقع الاقتراب من الكنز مايو المقبل. وعلى الرغم من تلك الوقائع الكثيرة، لا يزال هناك من يشكك في ضخامة وعظمة الكنز المفقود، خاصة بعد أن أشارت التقديرات الأولية إلى أن قيمة الكنز تعادل نحو 20 مليون دولار. واستند البعض إلى طول المدة الزمنية التي استمر خلالها التنقيب عن الكنز الفنلندي الخيالي، وسط دعوات من بعض الناشطين لعدم مواصلة التنقيب حفاظاً على أرواح فريق البحث. فبرأيكم، هل سينجح الفريق الدولي في العثور على الكنز المفقود؟ أم أن تشكيك البعض في وجوده سيتحول إلى حقيقة؟